أيها الأحبة الكرام، نحن في شهر شعبان. يقول سيدنا الحسن البصري رحمه الله تعالى: نفوسكم مطاياكم، فأصلحوا مطاياكم توصلكم إلى ربكم. فمن وفى النفس حقها من المباح بنية صالحة كالتقوي به على صالح العمل ومنعها من شهواتها وحظها كان مأجورا في ذلك. فهيا أيها الأحبة الكرام، نغتنم أيام المكرمات بالتوبة والاستغفار والطاعات، ونتزود من الله بالتقوى وترك المخالفات، والإقبال على الله بالصيام والقيام والصدقات، مقتدين بحبيبنا سيد السادات، مقتفين أثر الصحابة والصالحين في تقديمهم لله القربات. فهذا هو شهر شعبان، شهر جعله الله مقدمة لشهر رمضان المعظم. فعظموا شعائر الله بما عظمها الله سبحانه وتعالى. فالشهور ثلاثة: شهر رجب وقد مضى وانقضى ولا يعود، ورمضان وهو غيب لا ندري أنعيش إلى إدراكه أم لا، ونحن في شهر شعبان وهو واسطة بين شهرين. فلنغتنم فيه فراغنا وحياتنا وصحتنا وشبابنا بكل خير وغنيمة بسطها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر لعباده. وقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يعظ أمته من خلال أحد أصحابه الكرام رضي الله عنهم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.